مساء الخير متابعي اليوم السابع. نحن الآن في لايف جديد مستمرين معكم للتغطية الإخبارية لكي ننقل لكم من منزل المنشد الديني عبد الرحمن بلالة احتفالات المولد النبوي الشريف أعاد الله علينا باليمن والبركات. حاج عبد الرحمن، حضرتك هتكلمنا النهارده أو هتغني لنا المنشد الديني كام أغنية؟ إن شاء الله، طبعا كله إن شاء الله بمديح في سيدنا النبي بمناسبة المولد النبوي. يعني في الاول هنقول في يوم ميلاد الهادي نبينا، في الارض فرحه وفي السماء زينه، وبعد كده نقول صلوا عليه، وبعد كده هنقول بقى البرده و يلا. الليلة ليلة هنا، السعد هل وبان، البشرى ويا الهنا خلى الجميع فرحان. آن الأوان للنبي، علقوا الزينة على البيبان، شوفوا جواب السعادة باين من العنوان. باسم الإله الذي خلق النبي الأول، أبدأ مديح الحبيب النبي بكل شيء أول. ليلة ميلاد الحبيب النبي 12 ربيع أول، من قبل آدم من قبل آدم ظهر نور النبي، نور النبي الأول. أول ما كتب القلم كتب النبي الأول. في يوم ميلاد الهادي نبينا، في الأرض فرحة وفي السماء زينة. في يوم ميلاد الهادي نبينا، في الأرض فرحة وفي السماء زينة. ما تصلوا علي هيشفع فينا، صلى الله عليه وسلم. أنا مبتدى يا أمدح في محمد، النبي العربي الممجد. أنا مبتدى يا أمدح في محمد، النبي العربي الممجد. ومن زار النبي أسعد، صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا حبيبي، يا دواء للعين طبيبي. يا محمد يا حبيبي، يا دواء للعين طبيبي. أنا خدت مدحك من نصيبي، خير البرية يا زين يا محمد. يا محمد يا ابن رامة، يا مظلل بالغمامة. يا محمد يا ابن رامة، يا مظلل بالغمامة. انت الشفيع يوم القيامة، خير البرية يا زين يا محمد. كل الخلق عليك بيصلوا، يا ابو مقام ولا حد وصلوا. كل الخلق عليك بيصلوا، يا ابو مقام ولا حد وصلوا. الكون نور من اللي حصلوا، يا حبيبنا وشفعنا الأول يا سيدنا النبي. حبيبي سيدنا النبي روح الوجود، انت انا ليا مين في الورى، انا ليا من غيرك انت مين يا مصطفى؟ مين ركب البراق
غيرك انت المولى يغفر ذنوبي والشفا عليك انت. صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه. ابن رام زين العمامة ابن رام زين العمامة شفيع القيامة ما تصلوا عليه. خاطري أزوره واتملى بنوره خاطري أزوره واتملى بنوره وأعدي بحوره وأصلي عليه. حب السنة يرث الجنة حب السنة يرث الجنة نور فتنة صلوا عليه. يا ما أحلى ليالي ليالي النبي يا قلب صلي على النبي. يا ما أحلى ليالي ليالي النبي يا قلب صلي على النبي. أول كلامي بالصلاة على الحبيب كنز الأرامل واليتيم ويا الغريب. أول كلامي بالصلاة على الحبيب كنز الأرامل واليتيم ويا الغريب. يا ربي تجعل لنا في زيارته نصيب ونشاهد اللي كملوا ربنا. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الصرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. مولاي صلي وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر عن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله عطرها يبقى إذا مست آيات، الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله عطرها يبقى إذا مست آيات، الله الله. وعمن ولها كل العباد، وعمن ولها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا. قمر 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 سيدنا النبي قمر، أم النبي خير الأنام. شافت ما نام يوم مولده قالت كلام بنردده يا بركة الله الأحد. احمي وليدي من الحسد وشر حاسد حسد، يا عين حسود ما تقرب، حب وكرامة للنبي. أم النبي خير الأنام، شافت ما نام يوم مولده قالت كلام بنردده يا بركة الله الأحد. احمي وليدي من الحسد وشر حاسد حسد، يا عين حسود ما تقرب، حب وكرامة للنبي. يا خير خلق الله أجمدات، يا خير خلق الله أجمدات، يا خير خلق الله أجمدات. يا كل أحباب النبي اتجمعوا في حب النبي نظرة ومدد مدد مدد. خير الأنام مسك الختام، خير الأنام مسك الختام، عليه الصلاة وأزكى السلام، نبي الرسالة وبحر الأنام. عليه الصلاة وأزكى السلام، نبي الرسالة وبحر الأنام. يا نور النبي يا نور النبي، والليلة دي ليلة النبي. لو رحت هناك وبلغت منك ووضعت يدك على الشباك، بلغ سلامي سلامي سلامي، بلغ سلامي على محمد يا اسم غالي يا محمد. بشكرك وبشكر المشاهدين اليوم السابع ومتابعين اليوم السابع. كنا مع المنشد الديني عبد الرحمن بلالة، ونعتذر لعدم سماع الاذان في الوقت حاليا. بشكرك، كان معكم عزوز الديب من منزل